الرجل إشكالية تتردد لا، أول شيء اللي وتتكرر يحمي المرأة هو وضع قوانين تحميها وتحمي الرجل كذلك. يعني هذه مظلومة أخويا باسم، أذكر أنا نشوف المرأة مظلومة، هذه قدامنا هذه قاعدة خدامة، نروح البوسطة نلقى المرأة، نحكم طاكسي من ذاك تحبس لي المرأة، وين راسي؟ خلي نسيم يحكي لها. اللي اكزيست لا فام معانا في لا سوسيتي، البارتاج معانا الحياة الخدمة، ماهيش محدورة المرأة. الراجل الراجل اللي حاكم الحياة، الراجل اللي ماهوش خدام، الراجل اللي راه محقور، نديرو حنا ثاني، نديرو حنا ثاني نخرجوا مانيفيستي. على بالك الان في اوروبا، في اوروبا في حتى جمعيات، في اوروبا هي في حتى جمهور كاع رجال. جيبوا لنا نساء، خلونا مع الجمهور. الان في اوروبا في حتى جمعيات لي زون باتو، يعني كانت المراه المضطهده والرجل المضطهد الان في اوروبا.